باش في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل لخمس ملاير دولار، يعني بعض الأصوات سخرية، الجزائر ولات سخرية، خليهم يحلموا، وصلنا لخمس ملاير الحمد لله. ومن بعد طلعنا السقف إلى سبع ملاير، ورانا على وشك، وصلنا على سبع ملاير تاعنا، وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات. يعني الأمور رجعت نصابها، لأن الجزائر أولا دولة ما عندهاش مديونية، حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وقادرين نساعدوا الأشقاء تاعنا في إفريقيا وغير إفريقيا.